زين هذا الفرد الثاني اللي تم العثور عليه عبارة عن الحصان. كل ما هو من لون الأول الأصفر هي العظام التي وجدت التي تم العثور عليها، وأنه فرد واحد أيضا. ونظن أن هذا الحصان هو صغير القامة بحجم حمار وحشي أو الحمار الحالي. فيما يخص اسم مستأنس ولا لا، لا راهي في طريق الدراسة. سيانة بياش و وحظيرة الأطلس الصحراوي ستشرع في عملها في المقر المحاذي الموجود بالمجمع الثقافي. إذن سيكون هذا المكان خاص بهذه الأبحاث والدراسات وتعميقها وفتحها أمام الباحثين. البحث لا يتم إلا برخصة من وزارة الثقافة بتبرير من الجهة التي تطلبها. لهذا فإن كل ما يتم في إطار دليل يعني قيمة هذه الأبحاث هي التي تجعل أن الرخصة لا تمنح إلا من قبل وزير الثقافة لقيمة ولمكانة ولحساسية هذه الأشياء، لأن هذه لا يمكن أن يقوم بها أناس لا يمتلكون الخبرة والقدرة. كل إنسان يكون مدفوع بفضوله وبرغبته في الاكتشاف فيسعى، ربما هذا يكون سبب ربما بالتأثير على الشيء المكتشف. إذن هذه مسائل نحن ندركها تماما ونعمل عليها. إذن الأبحاث القادمة التي ستتم في هذا المكان وفي أماكن أخرى ويعني فريق البحث في المركز طبعا سيعتمد فريق ويعززه الباحثين من جامعة الجلفة، هذا طبيعي جدا لأنهم عندنا المنطقة ولهم يعني دراية ومعرفة بخارطة المنطقة ولهم أيضا الخبرة العلمية الكافية التي تساعد في مزيد من الاكتشافات. إذا نهنئ أنفسنا جميعا بهذا الاكتشاف العلمي الكبير الأثري الذي كما قلت يعزز مكانة الجلفة أيضا في الخارطة الوطنية ولكن في الخارطة العالمية. وستكون هناك دراسات علمية وأكاديمية حول ما تم اكتشافه ونشرها في مجلات علمية محكمة حتى تكون له الصبغة العلمية والاعتراف الكبير. المكان سيحظى باهتمام خاص، سيكون له صور، له سياج، له تحديد موقع يعني يشرف عليه طبعا المركز باعتباره الهيئة المخولة قانونا في مثل هذه المسائل.